عسلامة عسلامة مرحبا بيك عايشك كيما نعرفوا برشا في تونس يقولوا ما فماش خدم السالير طايح على الاخر بينما نشوفوا في برشا شباب يفيق بكري يسعى يخدم ويجيب نهاره صحيح كلامك الكل صحيح واحد يقول يا ربي يقوم الصباح يقول يا ربي العمل عليك ما نصورش يقعد واحد بطال ولا ربي سبحانه ولا خلق هذه الكل كل واحد خلق له رزقه خلق الطير خلق له رزقه والحوتة في الماء خلق لها رزقها جست واحد يسعى جست واحد يعمل على ربي وينحي البخل وينحي البطالة فهمتني البطالة صحيح موجودة فهمتني و... والاحتكار زيدا موجود فهمتني واحد ماذا بيه يسعى وراي بلادنا فيها الخير ما نصورش واحد يسعى معناها يقعد بطال. أنا عمري 36 سنة ما قعدتش حتى نهار بطال. نقول نقوم الصباح نقول يا ربي العمل عليك فهمتني؟ نقصد ربي ونسترزق على روحي وربي نوب عليا والحمد لله وشكر لله معناها. عليك الحركة وربي عليه البركة. ربي سبحانه قلت لك يرزق الحوتة معناه في وسط الماء معناها معناها ربي خلق الكون هذا الكل معناه وخلق له رزقه. مستحيل معناها واحد فما راي فما عبيد معناها تحب الحاجه هذيك لقاتها بالساهل فما عبيد تلقى الخبزه سهله اختي فهمتني ما نعرفش انا كيفية خاطر شوف معناها ما شاء الله بلدنا كبيره والله الخدم موجوده فهمتني واحد يقول يا ربي ويتوكل على رب فهمتني انت سامحني اه تنجم تلقى العباد قاعده جيت تكلمه تقول له راني بطال معنى تلقاه قاعد انت تحب روحك قاعد كي تقف ربي يسهل لك فنيه ما خدمه باش تجيك البيبي دار وتقول لك اجا اخدم و... احيات. امشي انت امشي السلام اه. عليكم خويا اه. تستحق شي كذا تحب شي كذا انا خدمت 14 سنه في شركه وبطلت ويوم تغدى دخلت نخدم في شركه واحده اخرى معناها ما قعدتش بطال ولا معناها ما ما حرتش ولا على رزقي وبرغم معرس وعندي ثلاثه بنات والحمد لله والشكر لله باش تنصح الشباب خاصه اللي ما يرضاش باي شهرين هذا هو السبب راه البطاله الاساسيه معناها الخدم موجوده برشا عروفات نعملوا معاهم حوارات يقول لك راهو انا ناقص خدامه الخدامة هو اللي ما يحبش يجي يعني يظهر لي المشكله الاساسيه هي في الدخل الشهري الضعيف بتبيع هذيك اول حاجه كان نحو الصمصارة فهمتني ونحو العباد اللي قاعده هذا من تحت راس هذا فهمتني كان يخلوا الحاجه واحده بريمير ما انا يعني عندي شريكة نحب خدامه علاش انت تركب على الخدامه باش تحل انت شريكه باش انت تدخل الفلوس معناه هذا هو اللي كريز معناها في بلادنا اللي هو قيس عايد قاعد يحارب فيهم مختي فهمتني وقت تشوف كيفاش او مره يصدم على الدبوات او مره يصدم على عطوا العباد السكر مشى فهمتني الدب والحليب باش لعباد تشرب الحليب يمشي الدب والسكر باش لعباد فهمتني تاكل السكر معناها وشوف قداش عندنا من الوزير والأمة نتاعو فهمتني إن شاء الله ربي يوفقه قيس سعيد فهمتني أنا تو حاجة اللي مازلت نسمع فيها في الحوم مازل مصدومش على بيعة الزطلة ولا بيعة الفساد اللي قاعد يدور معنا لكن حسب رايي اللي دخلوا في المواد المخدره هما اللي لازمهم لازم هذوك اللي لازم, يص... لاز... لازم يتسلط عليهم الضوء يعني بيارك باش تلقاه والا واحد باش يشري يتعاطى هذوما حكايات فارغه بينما فما رؤوس كبيره هي اللي قاعده تدخل في المواد المخدره هذه يعني عرفت تقص الراس تنشف العروق بالطبيعه هذيك معروفه هذا ما نجمش ما نجمش انا نقولك شكون اللي بيع ولا شكون ما يبيعش هما يعرفوا بعضهم فهمتني آه ان شاء الله ربي يوفقنا في البلاد وبعد علينا الحكايات هذه الكل معناها هذا بلادنا في هاويه وكتشوف شباب الكل معناها حل عينيه على المخدرات حل عينيه قوص فتحناه بالحق معناها حتى المخدرات عندها دور كبير في آه في الوضع يعني نتاع الشباب انا نحب نقول حاجه للحاشيه نتاع قيس سعيد بالله يقفوا معاه فهمتني نتصور انا قداش من الوزير عندنا كل وزير يقوم الصباح يقول لنا باش نحي الاحتكار كل وزير يقوم الصباح شوف كيفاش نقسم لك بالله تو يتنحى كل شيء من البلاد ونعيشوا في خير ووقفوا مع رئيسكم بالله فهمتني خلينا نعيشوا عيشه نخلطوا في عمرنا باش نعيشوا عيشه حلوه وان شاء الله ربي معانا وكا ما حاجه اخرى انه الشباب نقص الفكره ما يفكرش برشا يعني حتى لو كان ما لقاش خدمه اي خدمه ما يبتكرش هكا حاجه يصنعها وحده ويخدمها وحده مستحيل ريتو شبابنا انا نقسم لك بالله اللي اقوى شباب هو شباب تونس واللي شوف انت كيفيه برمشي لايطاليا تلقى توانسه فهمتني اللي هما اللي شادين معناها تمشي لفرنسا تمشي تلقى توينسا أقوى طب تلقى فهمتني على الكفاءات على الكفاءات عنا كنا عنا مخاخ تكمل فهمتني المخاخ العرب خاصة توينسا أقوى مخاخ نحكي هوني على الجيل الصاعد الأكثرية الجيل اللي العازف عن الدراسة مثلا الشباب الضايع ان شاء الله ربي يلطف بيه فهمتني؟ وجينيراسيون هذه طالعه كاسحه على الاخر ما هيش شنو الحاجه اللي ساهمت في تدميره؟ أه الدوله ان شاء الله ربي معاها، ماذا بيا دولتنا تتحسن، الرئيس متاعنا باهي على الاخر ناقص، عباد تقف معاه، فهمتني؟ كان جاي رئيسنا واقفين معاه، كان جاي رئيسنا واقفين معاه، فهمتني؟ راهي والله العظيم بلادنا في خير وما تلقاش، على خاطر يحل عينيه يلقى الفساد كيفاش تحب. ما يمشي يمشي في الفساد حاجه اخرى ان نشوفوا انه الشباب ماذا به يطمئن معناها يحب بروجرام واضح والله العظيم راهو البروغرام واضح من اللي ربي سبحانه كتب في القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي راهي راهي رنا العرب رنا في خير وخمير والحمد لله غير اسعى وخلي الواحد يسعى ويتوكل على ربي ويصلي صبحه وحاضر ويقول يا ربي ما تصورش واحد باش يقف في البلاد هذه. يعطيك الصحة ماذا بينا لو كان تقدم نصيحة للشباب. قوموا واخدموا على رواحكم قوموا وتوكلوا على ربي واخدموا على رواحكم ما تلقاو كان الخير، ربي راهو عمره لا يضيع عبده، كل واحد يقول يا ربي يلقى البيبان الكل محلولة بإذن الله. حاجة أخرى مهمة جدا أنه كي آه يجيك سالير ضعيف من ماني تقبل القليل تو الكثير والله العظيم كان لك على السالير انت تو الدوخ وحمد لله وعندي ثلاثه صغار وكيري وحمد لله وسالير ضعيف سالير ضعيف كبرك فيه ربي ينجم يوكل زوج عائلات خاطر حليل ماني صحيح اختي دينار ببركه ربي خير لي من مليار آه ما كلهم بيردين ولا نقعد في بير واني على سيق ولا هني نظلم في فلان ونظلم في فلتين شهريتي زوز ولا نخدم بدينار ونعرق عليه كي نروح نروح فرحان. نخلي لك الكلمه الاخيره. أه ربي معاك يا سعيد وبرجوليه اقفوا مع رئيسكم كان تقفوا معاه تتولي بلدنا في خير.